شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. طبعا اليوم قاعد ما طلعت شغل، هسه صعدت قلت خلينا نبلش. بيش نبلش؟ نبلش مثلا بالرمانيات. الرمانيات من اغاد اقدر افتحن واعوفن، بس بعد يعني شوي تاخرن يلا ينحبسن. فقلت خلينا نبلش بالزبيريات شوي نحارشن نشوف شنو الاوضاع يمهن. هم بيهن بعد مشكول، ما في تحت اشكال كلنا نتذكر، وهم بيهن بعد واحد مشكول. طبعا ذني ما طايرات بيهن هواية، بس هذا المشكول ارد افتح اشكاله. اكو شوية اكل هنا، اكو شوية اكل هنا، حط هذا التيلي كل زين. حلو مطيار هن شباب. بس هذا المسكول خرب علينا. دحوط. صار ويا البيوت وما دحوط. شوفوا بيهن صعدن شباب. بس انه شنو يعني شي فوق شي. شي فوق شي. عافية. حط المشكول. بس انا اقول لكم شباب عندنا ثلاثة صعدت. هسه عندنا خمسة طائرات. والله خمسة وستة اي خمسة. ذني ليش خربان ذني الثلاثة؟ خلك شيء مرتلق شباب. صعدان ذني ثلاثة صعدان. يعني ان شاء الله ما يروح شيء. طيرنا. شوفنا ذني لأن مو جوعانات، لأن مو جوعانات ما أقدر أسيطر عليها. والله لو جوعانات شلون هسه كلها قدرت أسيطر عليها، بس لأن مو جوعانات. مثل المطر واحد ديعت بيهن. والله بس واحد اثنين ديجني واحد ديعت بيهن. هذا الغبي ابن الغبي. والله اثنين اصلا ذكيات ده يجني واحد للغبي ابن الغبي. هذا ده يدق جواهن. هاي جني. شوف هذا اجا واحد. حتى ما حد مطير له، ما حد محارشه. هذا ذبر وحواه. هذا الثاني بعد اثنين لو واحد. هذا جا واحد همين. هذا ذبر وحا بعد بس واحد يمكن. ذاك
هناك عالي صعد واحد يعني. بس واحد يمكن هنا لا يجي اختفى طيره ولا خلي احط هذا ونحسبها ونشيك الدرج شنو. اي شوفوا واحد ذاك نام على الداير مثل القبيلة ذاك نام على الداير. شوفوا شباب هسه اثنين يعني خابطات ويا ذني يطلع واحد هذا يطلع يجي لي جاي يشوفه وياته يجي لي جاي ويرجع وذاك مكلب ولا كأنه فد غبي. أنا تخبل من هيش طير شباب خلينا ننطيهم فرصة نقول ذني بعد انجدت هسه هذا شنو ياته فوق عاطي ورطبطب وتقمص شي يريد بعد والله مو صوش هذا مو صوش ذاك الغبي ثاني بس هذا هسه هم من دي يثبت غباء لان من دي يجي فوق البيت وطيود الطبطب ليش ما دي يعبر علينا هيات فوق البيت هذا هيات وفي ذاك الثاني يعني ما مو طيب مثلا تنقل تشوف اي شيء بمجال يطلع عبد ماكو شيء نقل والله كريم هذا كلب على هذا وهذا كلب على هذا مستحيل نخابطات ويا خمس تور هذا مطيرين الخمس تور قربان الدنيا عليها هاك الثاني وينه شباب يمكن يجيني بقى بس واحد بس هم اجى يعني هذا ايه يعني عين اجى يمكن لكفان يجيني والله شي غباء شنو السالفة اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة اثنى عشر اربعة عشر ستة عشر تسعة عشر خليني دقيقة شباب هذا اللي هن كان الاثنين الاغبياء اجى واحد بالعلو حاط وهذا الثاني ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اثناعش أربعة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين يعني لازم اثنين لايمات على البيض هذا حط فوق الغبي ابن الغبية هنعيد الحساب هاي أربعة ستة ثمانية عشرة اثناعش ثلاثة عشر أربعة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين واحد فوق واحد وعشرين هاي وحدة 22 وهاي وحدة 23 هاي نايمة على البيض هاي جني شباب شنو السالفة والله العظيم لعب الروحي يلا جني بس اكو تحسن شباب اكو تحسن هذا البارحة صايدي فحل خبرنا اخويا انا طالع قال لي يابا هذا ومصبغ الطير بحلقتين وبيصبغ جوا جناح هذا لونين بيصبغ قال لي هذا على الجيران حاط افتح له الرماني قلت له افتح لي اياه شغله صوره قلت له افتح لي اياه ما عليه شيء بس غير فحل شباب الا تمساح الا تمساح هذا الفحل شباب قررت لكم قرار مفاجئ اول شيء قبل ما اصرف لكم القرار خلينا نطمن العالم على كم شغله وبعدين نطلع
يعطيكم القرار الجديد. القضية انطموني العالم، لان دا اشوف بالتعليقات امجد مو تبيع الرمانيات، امجد مو تبيع الزبيريات. شباب الزبيريات ما ينباعن، انا قلت لكم راح نطيرن نتونس عليهن تمام. الحد هسه امورهن ويا الدقة مال اليوم زينة طارن ولمن، فشوية شوية يتخففن نوصل وياهن ان شاء الله لفت مرحلة حلو. فالزبيريات ما نبيعن، هاي قضية. القضية الثانية الرمانيات ما ابيعها، يعني خابروني هواي شباب طلعنا منهن، كاتبين بالتعليقات طلع المكحكلات ما راح ابيعها يليشة منهن تمام. باقات الطيور احتمال اللهم شو، اذا يعني اذا مثلا لقينا سطح بعد حلو نشتري، احتمال اطلع المكحكلات اجيبه كم منهن يعني اهم ينصلهم على حكاية تمولة كاتب حرامات ينصادن. بس قلنا شباب الله ينصر ما لهن قيمة مو مثل قبل، فيعني شيء على شيء هسه ذن الطيور ما يطلع منهن شيء. بس راح اضيف لكم اضافة جديدة، انا دا اشوف صراحة هواي جماعة ارافل بالقناة، يعني احنا جبنا الارافل ولات، بس صارت الارافل ولات انت شفت لا انتج لا هاي، يلا زوج انتج يعني. حتى من بعته للعالم بعته بدون ضمني بيضا، مو ما يبيضا ويشد بس يتاخر مالي خلق. فش راح اسوي، احنا بعناهن كلهن، هنا بقى ثلاث ارافل انا مبقيهن. راح اجيب لنا نجيب ارافل بيض، بس مو هواي شباب حتى لا حد يعني يروح زايد، يعني نجيب لنا مثلا 24 الفين 10 زواج 12 زوج بيض. فهسه دا ادور على هيك عدد اجيب لنا نقعد هنا بهذا المكان. هاي هذا النيل الارافل اللي احنا راح نتونس عليهن، وهي التور والزبيريات والزواجل وباقي الحمام. التيديات مشروعهن تقريبا انتهى بالسطح، يعني اي بيعة تجيني اي شخص ينطحقها طيور درجة اولى البلفانات انا راح اطلع، حتى هن جلداتها ما اطلع، يا اللي يجي ياخذ الطيور كلها حتى جلداتها انطهية، اللي يطير تقريبا 8-10 هم انطهية، حتى ذلي المخاليف الدرجة اولى هم انطهية، يعني تقريبا يعني بس اللي يجي ياخذ الطيور كلها اعطيها كلها، ما ابيع مثلا جلدات بس لا، او اللي يجي ياخذ زوج زوجين غير اشكال انا اعطيه زوج زوجين. انا ما بقى كل 10 زوج بالزايد 10 زوج ثيادي، حتى فرق حتى الخلاطه بيها اللي الخلاطه من بيها يا بس بدايه نبيع ثيادي لان جوال انتاج حتى اللي ياخذ لنا وانتاج، وراها نبيع الخانات ما استفادينا بيها شيء، وانا تيدي دا اتعذب دا اتعب من ورا شباب نفسيا دا اتعب. شغله ما تنجح لي معلش اني مشلب بيها، وطبيت بيها اني طبه صحيحه وانجزت وخير من الله كؤوس وجوائز، المتابعين القديمين يعرفون الجوائز والامور اللي كنت انا اخذها. هسه شويه الوضع ما يناسب بسبب البيئه البيتونه هالامور، مو مشكله تونسنا بيه وما فيه الكفايه. هسه ما شاء الله هاي الزبيريات الرمانيات عمل قاعده يم الزبيريات نص ساعه تسوى الدنيا، بس كوني شد الحيلين ويانا يعني. كذلك الرمانيات، وهسه راح نجيب لكم ارافل اليوم بس نفطر احتمال وازرق للكسرار الفطور، نجيب لنا كم زوج شباب. طبعا هذا الفوق صايديه همين، هذا تارب احمر بس اصبر انطي له صوره اصبر يا حبيبي، بس بي رقم تليفون نهاية 99. هسه هذا بس اجيب التليفون الثاني حتى اصور لكم مخابرة، بس يمكن من جماعة هاي شنو، هي من جماعة هاي الطيور، لا مو من جماعة والله، يمكن من جماعته لان هم بيهن كم لون، شاك بيهن مال جيراننا حربنا. لازم اجيب التليفون ونخابرة هسه، بس خل اجيب التليفون الثاني شباب حتى نشوف شنو الدرس. هني شباب هذا جبت الحلقة، هذا رقم الولد شوفوا ما لازم طلعها كله. هسه راح اخابره من التليفون الثاني، هاي دقيت له خلينا نشوف وين يطير وين مكانه. الزبيريات عم تلعب لي برا، الطائرة هاي جمال هاي الحلمة تزوجها، هاي ديدك طبعا. السلام عليكم. الو شوف
صوت وما ما حد جاوب. نرجع مرة الأخ مال جيران يعرف رقمي ولا ما أدري. أنا شايف في مال قريب بس مو أكيد. ما يحلقون دول الجميع. متى يجاوب؟ البداية جاوب. سمع صوته سرجع متى يجاوب. الله يساعدك حبيبي. هلا عيوني. شلونك عيني؟ بخير. صديق اللي زمت تار بي رقم تليفونك. شلونه؟ بأحمر. أحمر؟ إيه. شو وقت؟ هسه أنا البارحة لازمي أنا هسه شفته. أنت كسور تدزديه؟ تار خانك بأحمر هيك بس القبق. فحل كبير بحلقة برجلة. هي هاي رقم تليفون مالتك. والله عطور قديم وهسه قاموا يخابروني عليه. أنت وين الطير؟ بالبيع. انا بالدوره. عندك صورة تدزيها؟ هيك فحل ابو نسود ايراني باحمر هيك بس القبق. والله ما اتذكر بالله الكريم. فحل حايل كبير كله. موجود صديق تريد انا بالدوره بنروح له. والله خابرنا عليه بخير. هلا حبيبي. هلا هلا. هو واضح ان شاء الله مو اللي ادز لك صورته صح ولا غلط. عيونه سود وايراني باحمر. اكو واحد ما يعرف شنو باحمر بس القبق. سبب عيني هسه خل اطلع هاي الطيره المشكوله. عيني خل اعلق حلقه من الولد. عيني طبعا انباع على الارافل هسه لاخونا وصاحبنا من حي العامل اللي قبل فتره اشترينا من يمه الارافل البسود المكتفات. هسه بعنا له ذني راح يحول البيض مالتهن. هاي بيضتين شادات راح اصبغهن عيني نعشرن فدي شارع ونحولهن جوا. وين جوا والله ما ادري. تعال انا هسه خلينا مؤقتا جيب لنا صبغ اصفر احمر. ادش دعوه هالقد شنو السالفه. قرقص ابو هذا مال علي العقيلي. تعالوا هم من اللي يشتري منه. وين رقم تليفونه؟ هذا رقم تليفونه على باب الله الولد. قبل كم يوم شفت بالغزل خطيه شال حلقات ما قبل ياخذ فلوس. مو قضيه لهم قيمه قويه بس الولد يعني انسان طيب ويستاهل. هذا رقم تليفونه والنهار كله بالكسره وكل جمعه ببغداد جديده. اللي يريد يشتري من يمه الله يرزقه. هذا الرقم كتبه تقوله صوره. لا احد يقول لي هاي تقوله صوره. او كتبوا علي العقيلي على الفيسبوك وراسلوا بالعافية عليه. انسان طيب والله للأمانة. خلينا نحول نفجع زوج محلوات. جو منه سنخ. لان استحقت بعد هاي. نجيب البيض الشمعية ثول بيضة. ادور لك زوج محلوات. ماكو محلوات. كلها بيضة. العفو كلها حلوات. منانة. ولازم شيء يعني صار له مبيض كم يوم. بس عندنا احنا غير هن مبيضات. ما عندي والله شباب. بس هنا عندنا طيور مبيضة. خل اختار في الزوج وارجع لكم شباب. لان لازم اختار لهن طيور يعني يكون هم شوية لاحق بيضهن تقريبا. لو نصعدهم فوق يم الحمر نذبهن. يم الحمر والله شباب احسن يمكن. خلينا نشوف شنو يدرس دقيقه. خليت نجوا الحمر لقي الزوج جواها بيضه فاسده وبيضه لاحقه بعمر البيضه مالتنا. فحولت جواها بس ما شاء الله اغلب الطيور مفكسه. شوفوا خذني مفكسات ما شاء الله. هاي هسه هون مفكسه. هاي منقره. هاي مفكسته. هاي مفقسة. فضل من الله. ذاك مفقس يعني بيه الحمام واي بيه مفقس. فهذا الزوج سيلحق ويان هو هم فرقات ويا اللي يطلعن ويا الحمر ان شاء الله. يلا خلينا ننزل نطير الزبيريات. سويت لهن عودة مال مطيار. بس من الطيران بعد ابو اخلاق.
صار اني انا اتيادي ذني ما اريد اطلعهن وياهن. المفروض نجوعهن اكثر. هلا اجيب شويه اكل اذبلهن على الستاره نحركهن حتى. هاي شنو صعدن ذني. يلا مو مشكلة والله حلوات شباب في خبرة في خبرة الآن ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس هاي السالفة مال الطقطقة بطل أنا. مسكي المسكي المسكي هذا المسكي الناقص. أقول لكم شباب وين طيوري؟ راح ياتي راح. إيه تعال حط تعال حط. شوية اتحركين سوى نشيل الطيور خلي يعرفون مكانهن. هاي هاي جناحها مو تمام. هاي جنيني ذا بنروحن حلوات ويخبلن وعايشين ابو الزبيريات اللي ورطنا بيهن. بس هاي بطلنها تخبل منها. شنو السالفة؟ قال هو ظاهر الزبير هيك وضعيته. بس انا اقول لكم شباب بيهن مطاردات بيهن هالامور هاي. خلي 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 شوفوا ما اجني قلب العسل. واحد من ذني شيت هنا على الاكل ماك ولا خير سوينا فد مساعده. يعني شويه شويه حركات بركات. بس يحطن شباب هاي بعد. هاي 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 هاي. طبعا التيادي صعدن بقى ذني اثنين. هذاك واحد هذاك واحد من ادهن يجر بيهن يصعد حقه. تلقاه بعده مزاوج تلقاه بعده مزاوج. هذا هذا شوف هذا اللي قدام هذا شوف حتى ما يريد يحطها يدق يسحب بيها. بس هي قالت لهم شوي لك. شوف 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 حتى يعني جنحة أسرع ما مقتنع بالدرس. يقول لك عمي مو مكاني هذا. بس أنا جوز زاوي جوز ما زاوج ما أعرف. صدنا عندنا ذني زوج تيديات. هذا يمكن اللي كان مشكول أنا لأن هذاك واحد من يمهن تتذكرون أول ما جبت الطيور شكلته وهديته صعد فوق. هو هذا شكلته وهديته صعد فوق. نزلناه شكلناه مرت له خمرة صعد فوق. عاد نزلته شكلته تيب وجنع ثاني ضربته دمبوس. اليوم من اجيت عليهم من طيارنا قبل شوية لقينا واحد مشكول بيهن. الواحد المشكول طلع مضروب دمبوس. هذا الاحمر شنو مفتوح الاحمر تعال يا ولد. مطيرين مطيرين يمكن والله مطيرين. يلا يا بي يلا طيروا براحتكم. ها شباب فهذا اللي مشكول كان هذا اللي فتح اشكاله هسه الدمبوس. الحمد لله فريناه ما ضيعنا شيء. هذا تيدي نزل هذا بطل. حرامات انصابت التيادي كلها انصابت كلها انصابت التيادي. تعب شقد كم شهر كله راح. حرامات شمرت اثنين مدري ثلاثة العينة العينة هذا نوبة هذا هسه قام يهز. تعال حط تعال. وقعد هو بعدنا بقعدنا واحد طاير الجولد الابيض. ان شاء الله حلوات شباب الزبيريات. انا قلت لكم شباب والله العظيم اذا طيرنا الزبيريات كلها وتونسنا عليها اكملها لكم. حكي عدل اكملها لكم. نجيب لنا بعد فد حتى ذني مثلا 23 ذني نسويهم مثلا فد 40. بس انطونا مجال شباب. هسه ان شاء الله النية ارافق حتى التنوع يكمل. يبقون جماعة البصار وشوية نعتذر منكم جماعة البصار والمساكة عصة شي نصيد نبقي لكم اذا ما طلع راعية. شوف الجولدن هذا ما شاء الله ذاك فوق طير يخبل.
دا يتزاوجن بيهن وايد يتزاوجن. هسه ذني دا يطيرن 22 وحدة بس ما دا تطير، بس وحدة ما دا تطير. داخل جولدن فوق شباب، هذا زوج مطارد، ذاك زوج مطارد، هواي بيها مطاردة وزوجة. هاي الطقطقة والصفوق لين بعدهن ما داقيهن دقة صحيحة، ولين بيهن مطاردات فصير هاي الأمور. بس هاي من تندق تروح، والجولدن ما شاء الله صعد راح داخل. بس ينزل إن شاء الله ينزل. أنا هذا والله شباب يعني هو بعد أمر ربك، هو هذا الطير عجيب غريب هذا التين، يعني مطيار بي والله. السحادة لو عراقي والله داير ما يضرب، الله شاهد عليه داير ما يضرب. تعرفون شنو داير ما يضرب؟ لأن شطلته وظل يصعد، نزل شطلته ونفس الحالة أخير شي شطلته قلت حتى بعد ما يطير. ها هي وشوفوا شباب هسه وين وضعيته، إلا صاعد بالسماء. إذا الله ستر عليه وقف احتمال يعني ده هاي طيور يعني ما حد أخذها ومن باعت التيادي، لان دي يخابروني على الجلدة. الجلدة ما ابي حبا حدا، لو اسقط للاخير لو ابقيهن هاي، واذا بقيناهن عندي ذني 7-8 وذني هسه 3-4 نطب لنا بعد سباق وراها البطل. هذا الجولدن هيرد، بس انه تقريبا يعني منستهن راحت التيادي، منستهن راحت. ولو دا تشوفون تعليقات شباب بقيهن يعني وايد من يرغبوهن. بدا تشوفون شباب دا يضيفن بس أذية إلي صراحة، انطيه تتعب عليه ويوقف ويجلد وايد وبراح. أدري شنو السالفة، هاي طيرة وفحل، ديش طيرة وفحل، لكن بالأخير طيرة وفحل. إنه يمكن بيهن طيرة زايدة باقيات، خلينا نشوف شنو الزايدة. هسه أنا نقصتك، شوف هذا الزبير الكوبي، إذا ما زاوج هناك ونقص فحل نحول الكوبي الأسود وياهن. وإذا نقص طيرة نجيب لهم طيرة مو مشكلة، أو نشيل الفحل نذب على أي طيرة من الرومانيات. يزيد خلي زوج. طبعا أنا عبالي أنتظر الجولدن ينزل وأختم المقطع، بس الظاهر شغلته مطولة، فخلي نختم المقطع شباب. لايكاتكم ترتيباتكم، وإن شاء الله نلتقي بمقطع جديد. تحياتي لكم شباب.